ما فيش حد فينا يعرف يعيش من غير أصحاب، وكلنا بنحب حد كده يكون قريب مننا نتسند عليه ويتسند علينا ونعتبره من العيلة. حتى بنقول دايما على بعض الناس اللي عارفينهم بقالنا كتير قوي نقول عليه ده مش صاحبي او ده مش حد اعرفه من زمان، لا ده اخويا او دي اختي او دي عشرة عمر. اي شخص بيحاول على قدر الامكان انه يكون نجح في حياته بكل بقى ما فيها من شغل ودراسة، كل حاجة في الحياة، بتلاقي كمان أصدقاء كتير بيحبوا ساعات يشاركوا بعض النجاح والأفكار، وانت قاعد مع صحابك دايما بتبقى عايز بتقول لهم على الجديد في حياتك، ايه اللي حصل، الترقية اللي انت خدتها في شغلك، العريس اللي متقدم لك، الحاجات دي كلها. في نفس الوقت العكس بقى، بنلاقي صديق يقول لك يا عم دراسة ايه، عريس ايه اللي متقدم لك، تعليم ايه اللي انت عايزة تكمليه، شغل ايه اللي انت عايزة تترقي فيه. هنا بقى بيجي السؤال، ازاي استغل الصديق الإيجابي في النجاح، والطرق اللي ممكن تكشف لك او تكشف لك الصديق اللي بنقول عليه صديق السوء، وتبعدي عنه ازاي او تبعدي عنها ازاي دون الشعور باي ضرر او اضرار نفسيه او بدنيه. يا مصطفى صحيح، ويعني زي ما بيقولوا كده ايه، المرء على دين خليله، وزي ما بيقولوا ايضا يعني عايز تعرف انت مين، بص لاصحابك هتعرف انت مين. الصديق هو المرايه بتاعتك، واصدقائك هم خلاصه تفكيرك. بالتاكيد كلنا لينا اصدقاء، وبالتاكيد كلنا من فتره للتانيه محتاجين نفلترهم، نعرف منهم مين الصديق الصح ومين الصديق الغلط. فقرتنا النهارده هنتكلم عن صديق السوء، وده يعني مفهوم من المفاهيم اللي اتربينا عليه في بيوتنا، ابهاتنا و يعني كانوا دايما بيكلمونا عن هذا المفهوم وازاي نبتعد عن هذا الشخص. بصحبتنا الدكتوره رباب الششتاوي، استاذ واستشاري علم النفس، هتكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل. صباح الخير يا دكتوره. اهلا. صباح النور. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ هل في مواصفات يا دكتوره لصديق السوء واحنا في 2023؟ هو الصديق معروف من زمان، يعني صديقك من صدقك. ايوه، يعني لما اقول له حاجه يقول لي الصدق، هو ده الصديق. لكن اي حد بيزيف حقيقه، لان انا لو انا يعني اي حد اداني معلومات مش صح هبتدي اختار اختيارات مش صح. صحيح. وبالتالي هتبقى الدنيا مش لطيفه، فهو الصديق من الصدق. لو مش صادق ما يبقاش صديق. دايما يقولك يا دكتور انت شخصيتك اكتر خمس، يعني زي اكتر خمس اشخاص حواليك بتتاثر بيهم، فلو هم ناجحين انت ناجح، لو هم فاشلين انت هتبقى زيهم وهتبقى فاشل. ايه يعني الحاجات اللي ممكن او لازم ابعد عنها لما الاقيها في صديقي؟ خليني اقول مواصفات كده معينه لو شفتها في الشخص اللي قدامي لا خلاص انت حد مضر ليا، حد ممكن تضرني فهبعد عنك. بص، احنا كلنا بعد وقت بنبقى شبه بعض، يعني اللي بيشتغلوا في مكان واحد بعد فتره بيبقوا شبه بعض، بننقل انماط سلوكيه من بعض، حتى في الملابح بنبقى شبه بعض، اللي بيرتبطوا ببعض بيبقوا شبه بعض، الصحاب بيبقوا شبه بعض. اوكي، فكل ما الناس كانت متفقه اكتر كل ما بقوا شبه بعض اكتر، حتى في السلوكيات. يعني احنا مثلا في الجامعه لما نعدي مثلا نشوف جروب كلهم مثلا لابسين دريسز زي بعض، البنات كلهم اتفقوا يلبسوا فساتين زي بعض او اتفقوا يلبسوا جينز زي بعض، فبنعرف ان ده في اتصال في الجروب. اوكي، المفروض الصديق ان انا بقى اقربه مني كل الناس كويسه، وكل حد فيه حاجه كويسه وحاجه مش ولا بد، فانا المفروض اخد الكويس، يعني ما اخليش الناس كلها على نفس المسافه مني. لما الاقي حد بيكذب، مش بيكذب في حاجه، يعني مثلا حتى في حياته، يعني حتى في حياته ان مثلا لا انا كان عندي كذا وبعته وهو اصلا ما كانش عنده. اوكي، دي حاجه ما تضرنيش، هو بيحاول يتزين اجتماعيا او يتجمل اجتماعيا او مجتمعيا او كده، بس ده معناه ان مبدا الكذب موجود عنده. فدوت مش صادق. انا ممكن اخرج معاه خروجه حلوه، ممكن كذا، لكن كصديق ان انا اتمنه على سري، ان انا اخد رايه في حاجه، لان هو طبيعي مش صادق. احنا كده مش هيبقى لنا اصحاب يا دكتور. لا يعني اكيد في ناس، يعني لا مش قصدي اكيد عامل الناس على قدهم، يعني احنا على فكره احنا في الحياه بنتكئ على بعض. ومفيش حد يقدر يعيش من غير اصدقاء طبعا. واللي من غير اصدقاء بيجي لهم اكتئاب، والمفروض يبقى عندنا عدد كبير جدا من العلاقات. يعني انا المفروض ما يبقاش عندي صديق او اتنين، لا انا المفروض يبقى عندي كتير، لان انا لو عندي صديق او اتنين حد سافر وحد ما طلعش على المستوى اللي انا متوقعاه فانا اكيد هيجي لي اكتئاب. صحيح. وهقول ان الدنيا كلها ما فيهاش خير، هي مش الدنيا ما فيهاش خير، انا خدت عينه صغيره، لكن انا لو عندي 20 حد بعرفهم
اوكي في حد كويس في الخروجات، فمثلا صاحبتي دي بروح معاها السينما بسهر معاها، اوكي في واحده مؤتمنه على سر فدي بفضفض معاها، في حد مثلا ان انا ممكن اعمل معاها ورق شغل او ان انا ممكن اوكي، فكل حد باخد منه حاجه بناخد منه حاجه. طب الى اي مدى نقدر نقول ان احنا كل فتره عايزين نوع من نعمل نوع من انواع التنقيح او الفلتره لاصدقائنا، نشوف منهم الصديق الطيب، الصديق الصالح، الصديق اللي بيديني اضافه، الصديق اللي بيديني موتيفيشن او يعني تحفيز ان انا اشتغل احسن، من الاصدقاء السلبيين اللي بياخدوك في دوائر لورا؟ في حد بيجيبك ورا وفي حد بيديك قدام. طبعا طبعا ان المفروض كل فتره مثلا او كل راس سنه او كل عيد راس عام بلاش كل يعني بدايه سنة جديدة. ان انا لا هي العام الحلو السنه مش حلوه ربنا يكل حياتنا كلها اعوام صحيح، فان انا اقعد مع نفسي اشوف الناس اللي بيدعموني، الناس اللي مش بيسرقوا عمري. أيوة. على فكره في صدقات بتسرق العمر، انا بحييك على المصطلح ده حقيقي. فالناس اللي مش بيسرقوا عمري، الناس اللي بالنسبه لي اضافه، الناس اللي بيدعموني دول اكتر من وقتي معاهم، الناس السلبيين اقلل من وقتي معاهم. كل شويه اعمل القصه دي على اساس ان احنا يعني هو العمر ما فيهوش ان انا اضيعه مع ناس وارجع بعد كده الخطا يعني فيهوش، احنا صحيح بنتعلم من تجاربنا بس يعني احنا يعني بقى اوعى لو احنا بالزبط. من الاول تداركنا القصه دي، فنشوف اي حد. في ناس بتبث طاقه سلبيه طول الوقت، يعني على فكره الصديق اللي ما بيقولش الحمد لله ده احنا متخيلين هو مش بيضرني، لا بيضرني لانه طول الوقت بيشتكي. في ناس بتشتكي طول الوقت طول الوقت. في ناس بتكلم مع بعض بالساعات على التليفون وعلى طول على بعض بالواتساب وبيكلموا بعض، دول بيسرقوا العمر. يعني الشخص اللي بيشتكي ده بيبث طاقه سلبيه طول الوقت، فلو حد طول النهار بيشتكي انا طبيعي خدت طاقه سلبيه، فانا مش هقدر رغم ان هي مشاكله بس هو مش بيقول الحمد لله، مش شايف اي حاجه ايجابيه، وشايف ان بنسميه حاجه تشوه معرفي في معالجه المعلومات، شايف الدنيا رايحه داهيه. يعني في ناس كده شايفين الدنيا متشائمين جدا فطول الوقت بيبثوا طاقه سلبيه، دول بيكرهوا الناس في حياتهم اللي حواليهم، الناس اللي مهتمه زياده بالتفاصيل اللي ما بيشوفوش الحلو. في ناس مهتمين جدا في التفاصيل او في ناس تبقى مهتمه بتفاصيل حضرتك جدا لكن هم ما بيحكوش حاجه عنهم. بس بعض المقولات اللي انا كنت دايما بسمعها في حياتي هي اقول لك ايه صاحبك على عيبه، انت مش هتنقي الناس اللي حواليكي، مش هتاخدي منهم الحلو بس. فلو مثلا حد بيحب يتزين خلاص دي عيب صاحبتك انت عارفاه بس هي فيها حاجات تانية كويسة فخديها على عيبها. لو صاحبتي مثلا عصبية خلاص انت عارفة العيب ده خديها على عيبها لو هي فيها حاجات تانية. هل انا مضطرة اخد الناس دي على عيبها؟ انا بني ادمة، انا كبسنت فعلا ما بستحملش الكذب. ما احنا مش بنحتك بعيبهم، لا على فكرة بقى في الطاقة المفروض اللي بيكذب ده بيبث طاقة سلبية. اوكي يعني بتبقى طاقة عكس عقارب الساعة، فانا وجودي في مجال كذب مع ان الكذبه تخصه بيبث لي طاقه سلبيه. معنى ان هو بيكذب ان هو مش صادق. معنى ان هو بيكذب ان هو مش صادق، فده لا يؤتمن على سر. اوكي ده لا يؤتمن على سر، بس انا بصاحب الناس او يعني ما انا لو قعدت اخد حد بيرفكت مش هيبقى لي صحاب، والصحاب حاجه مهمه، احنا اللي بنحل الحياه لبعض. لا انا اخد من كل حد الحاجه الكويسه. بس في ناس عامه البعد عنها غنيمه. صحيح. اللي هم بيشتكوا طول الوقت، ان هم مجرد ما بنشوفهمش الا لما بيشتكوا ايا كان الدافع بقى، هم طبيعتهم شكايين مهتمين جدا بالتفاصيل فمش شايفين الصوره الكليه اللي ممكن تكون كويسه، بس دول طول الوقت بيبثوا طاقه سلبيه. صحيح. فدول اصلا البعد عنهم حاجه كويسه جدا. لان انا يعني ده هي كلمتني الصبح او هو كلمني الصبح فانا طول النهار خدت الطاقه السلبيه. صحيح. لو كلمني بالليل فانا اوريدي هنام مش مبسوطه وهصحى مش مبسوطه فضرب 24 ساعه. صحيح. فدول انا شايفه ان البعد عنهم اللي مش بيقول الحمد لله ده مش بيشكر ربنا فمش هيشكر العباد يعني. صح صحيح. هيبقى صعب. في محطات في تاريخ الانسان زي فقدان الوظيفه، زي الاصابه بمرض خطير، زي الطلاق او الانفصال ما بين الزوجين، زي وفاه شخص عزيز او مقرب، بتبقى لحظات كاشفه يا دكتور، يعني هي بتفلتر لوحدها الاصدقاء، تعليق حضرتك ايه؟ طبعا احنا طول ما احنا قاعدين كده في الصالون وقاعدين نتكلم طول ما كل واحد الدنيا لطيفه الناس بتبان وقت الغضب. يعني لو انا مثلا الصديق وقت الضيق يعني
لا لما هو يتعصب لا وقت دي ده بيقف جنبي. أوه. لكن لما هو يحصل له موقف في الشارع انا وهو مثلا او انا وهي اوكي فهو اعصابه فلتت فبدا يقول الفاظ مش كويسه فده حقيقته بيظهر وهو غضبان اوكي دي حاجه يعني دي بتبين حقيقه الشخص من جواه احنا طول ما احنا قاعدين مع بعض ولطاف والدنيا لطيفه كلنا كويسين بس الناس لما بتغضب بتبتدي يظهر اللي جواها في حد يبتسم ويقول خلاص حصل خير يعني لو عربيتين خبطوا في بعض بنشوف السيناريو ده كتير في حد يقول خلاص حصل خير في حد يخبط ويسيب رقم تليفونه صح ده الافضل ده رقم ده حد راقي ده مش ده رقم واحد في حد يقول خلاص حصل خير وفي حد ينزل يتخانق ويشوه وفي ناس يتخانق وفي حد يتخانق ويقول الفاظ خارجه ويقول لك اصل هو قال الفاظ خارجه عشان هو اتعصب لا هو طلعها منين طلعها من دماغه يبقى دماغه اصلا يعني فيها حاجات مش كويسه فهو احنا في الغضب بنظهر بنطلع اللي جوانا علاقته بيا بقى تبان وقت الضيق وقت ضيقتي انا هو انا غلاوتي عنده او عندها قد ايه يا لو هو وقف جنبي او شافني مثلا حصل لي مشكله مثلا ان انا جيت كل الكروت بتاعه البنك راحت مثلا سي فانا طبيعي قاعده مش عارفه اسحب فلوس ومش عارفه ومعهم البطاقه ساعات بتحصل ان المحفظه الواحد يفقد محفظته مع بطاقته مع كل حاجه فتلاقي صديق اتصل قال له طب انت مش محتاج حاجه طب انا ابعت لك حاجه لغايه ما ربنا يسهل طب انت عامل ايه صح واحد تاني يا من مش من هنا واحد تاني يتصل وينكت يعني في ناس بقى تتصل يعني يبقى واحد منهار نفسيا اللي هو انت مثلا انت عندك ايه عادي يعني بكل الناس مشكله اكبر منك ايوه لازم نعلي على بعض ده فده طبعا حد التعامل معاه بيبقى صعب يبقى انا انا في ازمه وانت بتتصل وبتضحك ومش حاسس بازمتي بلاش تقف جنبي بس قول لي معلش صحيح يعني قول لي ربنا معاك فالاحسن اللي بيدعم بالفعل اقل منه يدعم بكلمه صحيح. اوكي اللي ما اتصلش اقل اللي بقى اتصل واتريق ده اكيد الاصعب واللي ما ظهرش خالص وكبر دماغه ده ارحم اللي اتصل واتريق ما هو اتصل عشان شايف ان هو واجب يتصل بس هو مش قادر يخبي ان هو فرحان ان حصل له بس انا دايما بحط للناس اعذار يعني ممكن يعني ممكن ما يكونش كبر دماغه ممكن يكون حصل له اي حاجه ظروف ما اعرفش يعني بحس ممكن يعني انا طالما الشخص ده ما اذانيش اذيه مباشره ممكن ادي اعذار في ناس بصي احنا ردود افعالنا غير بعض في ناس فعلا في الازمات ما بتعرفش تعمل حاجه يعني لو حصل لها مثلا ازمه لحد قريب قوي منها فهي بتقعد مش ولا قادره تتصل ولا قادره تتكلم ولا قادره تعمل حاجه في ده بس دول استثناء عدد صغير ما بيقدروش يعملوا اكشن وفي ناس في ازمتهم هم النفسيه بيضحكوا بتجيلهم هيستري الضحك دول برضو عدد مش كتير بيحصل ده ردود افعال الناس نحو الازمات مختلفه بس احنا طول الوقت محتاجين ندعم بعض طيب انا عايزه اتكلم عن الصديق الايجابي بقى لو انا النهارده يعني لسه صغيره في السن شويه والحمد لله ما تعرضتش لاي صدمات نفسيه من الناس بيتعرضوا من الحضانه اساسا وعايزه هنا بقى ابتدي انقي صحابي انا مثلا في ثانويه عامه ومامتي وبابايا بيقولوا لي على فلان وفلان مش احسن حاجه مش كويسين خايفين عليا او وانا شايف مثلا ان دي ناس كويسه ايه المعايير اللي انا بختار بيها صديقي ليه الصداقه مهمه قوي لان ده حد ممكن يكمل معايا العمر كله يرفعني او ينزلني ف ايه المعايير اللي انا ممكن اختار بيها الشخص ده اللي انا هختاره يبقى في حياتي فتره كبيره احكي له اسراري اللي انا ممكن ما احكيهاش اي حد تاني فكره ان الواحد يحكي اسراره دي يعني انا كده ما نرجحهاش يعني انا بشوف لو انا حاجه يعني صعب قوي حاسه انها حاجه كبيره والسيدات والبنات المراه عامه بتتخلص من مشاكلها بالحكي يعني احنا مجرد ما نحكي تلاقي ان الدنيا اتحلت الرجاله بياخدوا اكشن يعني الرجاله بيتخلصوا ان هم يقعدوا مع نفسهم كده شويه ويطلعوا ياخدوا اكشن يعني يختفوا ولا واتساب ولا موجودين ولا يردوا على تليفونات ويطلعوا باكشن وبيقدموا حلول الستات بالدعم اللفظي اوكي فدايما البنات بيبقوا محتاجين يحكوا ممكن يكتبوا في ورق يعني يكتبوا في ورق كانهم بيكلموا حد ويكتبوا بعدين يقطعوا الورق فدي افضل وسيله او يحكوا لحد منهم تحكي لاختها تحكي لمامتها لان برضو العيب معاهم مشترك واللي بيحكي على الفيسبوك ده صعب يا ساتر يا رب في ناس كده ده موجود كتير موجود لا المفروض الحاجات دي تتحط يعني اندر كنترول يعني انا احكي لحد اللي يوجعني يوجعه اللي يشوهني يشوهه يعني اختي اللي يشوهني يشوهها صح مامتي اللي يوجعني يوجعها اوكي لكن الصداقات دي بتزيد وتنقص حسب الوقت يعني صحابنا مثلا في اعدادي وكنا اصحاب جدا لما رحنا ثانوي كوننا اصحاب تانيين لما رحنا جامعه كوننا اصحاب تانيين صحيح التانيين موجودين بس الناس بتقرب وتبعد
فالاسرار الاسرار بقى اللي انا حتى مش قادره افتكرها تاني مني وبين نفسي، كلنا بيحصل لنا ده، اقعد مع نفسي اكتب 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 واقطع الورقه وارميها. ده اساسي ان انا اعمل ده. لكن ان انا مثلا ان انا حد مستريحه له فتره ما من عمري وان انا احكي له اسرار انا شايفاها انها ممكن بعد كده لو حد عرفها ما بقاش يعني لازم ابقى فاهمه وعندي الوعي بتاعي ان انا الناس فترات في حياتي مش لو هم مش هم من فترات عيلتي مش لازم فترات واثرهم ممتد. يعني هم فتره بس الاثر بتاعهم بيبقى ممتد. يعني اللي مثلا لما واحده صاحبتي عارفه ان انا عندي امتحان الصبح اوكي انا عندي امتحان الصبح فايه اللي يحصل فتقعد سهرانه تتكلم معايا طول الليل وهي عارفه ان عندي امتحان الصبح. طب ان انا لما اجيب درجه وحشه في الامتحان دي ويسام بقى لو امتحان ثانويه عامه يعني فهي الليله دي اثرها في الليله دي طولت معايا طول العمر اوكي فلا طبعا صحيح فهو اثر الاصدقاء ممتد لكن هم بيبقوا فترات فمش عايزين ان احنا ناخد من بعض فترة يعني حاجات ذكريات او بصمات مؤلمه فانا ما اسمحش للناس بده. اختار الصديق بقى سؤال حضرتك اختار الصديق حسب القيمه ازاي؟ احنا بنختار حسب القيم يعني الصدق قيمه الصحه قيمه الوقت قيمه الجمال قيمه اوكي فالصديق مثلا اللي بيساعدني ان اهدر صحتي ما ندخن وايه المشكله وساعه الحظ طب ما الصحه قيمه ودي حاجه مش هقدر اتخلص منها بقرار ان جسمي هيتعود عليه يبقى ده مش صديق. الجمال قيمه لما انا مثلا لو شفنا التدخين فهو بيأثر على البشره وبيأثر 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 اوكي فالصديق اللي بيساعد على ده برده مش 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 كويس. الصديق اللي ما عندوش الصدق فدي برده فانا بختاره تبع القيم. صحيح فالصديق اللي عنده قيم ايا كان بقى يعني طبعا كل ما كنا مستوى اجتماعي زي بعض كل ما بقت الدنيا ولاد الاصول طبعا طبعا يعني لا نبقى زي بعض طبعا عشان يعني انا ما ينفعش مثلا ان الناس اللايف ستايل اسلوب حياتهم زي بعض فبالنسبه لحد سهل بالنسبه لحد صعب جدا. صحيح. فالناس اللي زي بعض في المستوى بيحسوا ببعض بيبقوا بيعانوا نفس المعاناه وشايفين نفس المشكله. صحيح. لكن اللي هم مش مستويات مختلفه صعب ان هم يستشعروا ببعض. صحيح. 2005 2006 كده حضرتك بتتكلمي على اختيار الصديق يعني صحيه مصر على موقع بيبقى في ايكون كده مكتوب فيه اضافه صديق وحذف صديق وبقت حياتنا مرتبطه بالموقع ده الفيسبوك ومن بعديه ظهرت باقي المواقع. الى اي مدى شبكات او مواقع التواصل الاجتماعي بتؤثر في الصداقات يا دكتور؟ هل ليها جانب ايجابي وليها جانب سلبي؟ ايه هي الايجابي منها وايه هي السلبي؟ نتكلم في الايجابي الاول. الايجابي موجود بالمناسبه ما نقدرش ننكره. الايجابي ان انا مثلا عيلتي عيله ماما اكتشفت مثلا احنا فوق ال1000 ما كنتش اعرف منهم ناس كتير وبنعرف اخبار بعض يعني ده صله رحم طبعا اوكي وصله الرحم قيمه يعني طبعا فانا عرفتهم من الفيسبوك ما كنتش اعرفه بحكم ان احنا في محافظات مختلفه واللي بره مصر فاحنا عرفنا بعض من الفيسبوك وجروبات العائلات فيها بتجتمع عارفين اخبار بعض مع بعض طول الوقت. ان انت توصل لحد يعني في حقائق كتير تاريخيه مثلا كنت انا عايزه اتاكد منها وحاجات احنا عندنا مشكله ان انت لما حد في التاريخ فانت بتعتبره رمز مش عايز اي حاجه تشوهه ونبتدي عايشين كده ان دوت محدش يجي جنبه واللي يجي جنبه يبقى مش حد مش كويس. فبدات اتصل باساتذه التاريخ اقول لهم هو الشخص ده في 1 2 3 ده صح وصلك يعني بناس يقول لي اللي هم يعني بوثق بتاكد من معلومه ان انا صعب جدا ان انا مثلا اروح جامعه اسكندريه او جامعه القاهره اقابل استاذ تاريخ او لكن على الفيس في من اصدقائي كتير اساتذه التاريخ ومتخصصين في عصر حديث وفي العصور الاسلاميه او فلما بكلمه على اي شخصيه دي بالنسبه له معلومه سهله او ان انا اتواصل مع اي مفكر فالدنيا بقت سهله قوي في التواصل. ودي حاجه لطيفه جدا دي حاجه كويسه قوي وخصوصا الناس كمان اللي مسافرين بره مصر الجوانب الايجابيه بقى لمواقع التواصل يعني الناس مثلا مسافرين بره مصر بسهوله ان هم كانهم عايشين مع بعض ما عادش بقى العذاب بتاع زمان والقصه دي فالدنيا بقت لطيفه في الموضوع. انا عاجبني اجابات حضرتك يعني فسواء في تنقيه الصديق او في يعني مواضيع زي السوشيال ميديا وعجبني ان احنا النهارده عندنا معايير كده معينه لازم اختارها في صديقي وهي القيمه. الدكتور قال كلمه مهمه جدا القيمه اللي بيقدمها لي الشخص ده او اللي ما بيقدمها ليش. لو هو حد عايز ياخد مني قيم اساسيه تضر بيا صحيا جماليا نفسيا عمليا يبقى ده شخص ما ينفعش يكون صديق. لو هو بيكذب الحاجات دي كلها لازم اركز فيها. لكن لو الحاجات البسيطه هبقى برده بفكر في فكره صاحبك على عيبه.
وكل الشكر للدكتوره رباب الششتاوي استشاري علم النفس، نورتينا يا دكتور واسعدتينا بحديثك. شكرا. نشكرك. شكرا جزيلا.